يا مملكة الآب والابن والروح القدس لنا كل وان وإلى دار دائرين بسلام إلى رب نطلب سلام من العلا غلاظ نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ورعي وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل المسيحيين الحسن عبادة الأرثوذكسين إلى الرب نطلب من أجل أبينا بطريرك ناثيوفيلوس ورئيس كهنتنا كريستوفوروس الكهن مكرم قدام في المسيح جميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنة فيها إلى الرب نطلب ويوخص بالأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل السائرين حسنا في البحر والمسافرين في البر والجو والمرضى والمضنيين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب إلي من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب قداسة الطائرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا وأتلتت بطريتي مريم والدة الإله خلصينا مع جميع القديسين نودي أنفسنا بعضنا بعضا وكل أحاتنا للمسيح الإله لك يا ينبغي لك كل تمجيد وإكرام الجود أيها الأب والابن والروح القدس لنا كل وان وإلى الدار دائرين بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا أيضا
وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. يا لا يسوع وعد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم. بعد ذكرنا الكلة القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا لنودع أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بال الأموات لنرتل لك هللويا. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا. سوني ماسيثوس وأناستاسك نكرون صالون داسي هللويا. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين. يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير مائت لقد قابلت أن تتجسد من أجلي خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خالصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى ربنا نطلب. يا لا يسوع عدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا جميع حياتنا للمسيح الإله آمين. لأنك الإله الصالح والمحب البشر ولك نرسل المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا كل وان وإلى دهر الدائرين آمين. حضرت من العلويا متحن وقابلت الدفن ذا الثلاثة الأيام لكي تعتقنا من الألم فيا حياتنا وقيامتنا يا رب مجدولا. حضرت من العلو يا متحن وقابلت الدفن ذا الثلاثة الأيام لكي تعتقنا من الألم فيا حياتنا وقيامتنا
يا رب المجد لك. حضرت من العلو يا متحنن، وقابلت الدفن هذه الثلاثة الأيام، كي تعتقنا من الآلم، فيا حياتنا وقيامتنا يا رب المجد لك. حكمة فلنستقم بواسطتهم. اسبغ رافتك على شعبك، وهب لرعيتك السلام، ولنفوسنا عظيم الرحمة. آمين. السلام عليك يا والدة الليلة العذراء تاليا نعمة، لأنه منك أشرقت شمس البر، المسيح إلهنا ينير الذين في الظلام. فافرح وابتهج أنت أيها الشيخ الصديق، لحملك على ذراعيك محررا نفوسنا ومانحنا البعث والقيامة. أيها الرب الباري كل الخليقة، إن المسكونة تقدم لك كبكورة،
الشهداء الموتى والشحين بالله فبطلباتهم وبشفاعة والدة الإله احفظ بالسلام التام كنيستك يا كثير الرحمة وحده يا شفيعة المسيحين غير الأنزياء المتوسطة عند الصالح غير المرذولة لا ترضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأ بل تداركين بالمعونة بما أنك صالحة نحن الصارخين إليك بإيمان بادر إلى الشفاعة واسرع في الطلب يا والدة الإله المتشفعة دائما إلى ربنا الطول لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين أيها الإله قدوس Oh.
أثناتوس إلي صوني باس. المجد للأب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. السماء وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصلحام التي يمينك جرستها. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν την εφύτευσεν η δεξιάν σου. Εις πολλά ετή δέσποτα. التي يمينك غرستها. يا رب خلص
تسفتفي إرياسوس تسفتفي تسفتفي يا رب خلص الحسن العبادة يا رب خلص الحسن العبادة واستجب لنا واستجب لنا يوفي لؤس الكل الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله بطريركا على المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقانا الجليل وصهيون المقدسة فلتكن سنوه عديدة أوفيلو تومكاريو تاتو تيو تاتو تكي بانايو تاتو باتروسيمون كي باتريارفو تيس أيّاس بوليوس يروساليم και πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, πέραν του Ιορδάνου, κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών, πολλά τα έτη. الأب الأقدس الطوباوي والجزيل الاحترام بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقنا الجليل وصهيون المقدسة أبونا وسيادنا ولتكن سنوه عديدا. لنقل كلنا من كل نفوسنا ومن كل نياتنا لنقل أيها الرب الضابط كل إله أبائنا نطلب إليك فاستجب وارحم ارحمنا يا الله بحسب عظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم يا رب ارحم يا رب عجيب هو الله في قدسيين يا رب ارحم يا رب ارحم نطلب من أجل أبينا وبقية أمانا أمانا أيها الرب إلهنا تقبل من عبيدك هذا التضرع إليك هنيئا ارحمنا بحسب كثرة رحمتك واسكب رأفاتك علينا وعلى كل شعبك المتوقع من لدنك الرحمة الغنية لأنك الإله الرحيم المحب البشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن والصلاة والسلام يا رب ارحمنا يا إخوة يا رب ارحمنا إن القديسين أجمعين قهر الممالك وعملوا البر ونالوا الموعد وسدوا أفواه الأسود وأطفأوا حدة النار ونجوا من حد السيف وتقووا من ضعف وصاروا أشداء في الحار وكسروا معسكرات الأجانب وأخذت نساء أمواتهن بالقيامة وعذب آخرون بتوتير الأعضاء بالضرب ولم يقبلوا بالنجاة ليحصلوا على قيامة أفضل
وآخرون ذاقوا الهزء والجلد والقيود أيضا والسجن ورجموا ونشروا وامتحنوا وماتوا بحد السيف وساحوا في جلود غنم ومعز وهم معوزون ومتبايعون مجهودون ولم يكن العالم مستحقا لهم فكانوا تائهين في البرار والجبال والمغاور وكهوف الأرض فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد لأن الله سبق فنظر لنا شيئا أفضل أن لا يكملوا بدوننا فنحن أيضا إذ يحدق بنا مثل هذه السحابة من الشهود فلنلقي عنا كل ثقل والخطيئة المحيطة بسهولة بنا ولنسابق بالصبر في الجهاد الذي أمامنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل يسوع المسيح. سلام لك أيها القارئ ولكافة الشعب. هللويا هللويا هللويا. الحكمة فلنستقم ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصبي قال الرب لتلاميذه كل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا به قدام أبي الذي في السماوات ومن ينكرني قدام الناس أنكره أنا قدام أبي الذي في السماوات من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو بنتا أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني فأجاب بطرس وقال له هوذا نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في جيل التجديد متى جلس ابن البشر على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضاً على 12 كرسياً تدينون أسباط إسرائيل 12 وكل من ترك بيوتاً أو إخوة
أو أخوات أو أباً أو أماً أو إمراةً أو أولاداً أو حقولاً من أجل اسمي، يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. وكثيرون أولون يكونون آخرين، وآخرون يكونون أولين. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ والحمد. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. إلى ربي نطلب يا رب ارحمني. ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية مستحقا أن يتقدم إليك ويدنو منك ويخدمك يا ملك المجد، لأن خدمتك عظيمة الشأن رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضا، ولكنك لمحبتك للبشر التي لا توصف ولا تحد صرت إنسانا بلا استحالة ولا تدين، لنا رئيس لحمد وسلمت لنا سيد الكل، لأنك أنت وحدك تسوء ما في السماوات وما في الأرض، أيها الرب إلهنا رب السرافيم وملك إسرائيل المستوي على العرش الشيروخيم، يا من هو وحده في القدوس المستوي في الإسرائيل، فإليك أنت إلهنا الصالح السميع وحده أن تطهر إلينا عبدك القادم والطاهر وتطهر نفسي وقلبي من كل شيء Oh.
Good.
رئاسة كهنوتك هل يذكر رب إله استقبل مليك الكون جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة مع عبيد الله الذين في الشدائد والضيقات والأحزان مع الذين يرقدون على سرة الشفاء مع الصحة والشفاء لأمتك أمال وأمتك إيفيت وأمتك يارا وجميع المرضى مع زوار هذه الكنيسة المقدسة وزوار القبر المقدس قابل الحياة ليذكروا من رب الإله في ملكوت السماوي كل حين لنا كل أوان وإلى دهر الدائرين آمين. جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة مع نسائهم وأولادهم ليذكر رب الإله في ملكوت السماوي كل حين لنا وكل وان وإلى الدار الدائرين رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين كان كل آن وإلى دار الدائرين آمين أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس المجمع المقدس أخانا المتروبوليت فينيديكتوس مع أخوية القبر المقدس إخوتي وشركائي في الخدمة الإيكونوموس إبراهيم بولس وبطرس رعاة هذه الكنيسة المقدسة جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة وفي جميع كنائس وأديرة المملكة مع الذين تغيبوا عنا لأسباب مرضية لدى الرب والذين في الضيقات والأحزان والشدائد والأمراض الذين في الأسر والسجون والمعتقلات والذين في الزلازل والكوارث والحروب والذين أوصونا نحن غير المستحقين نصلي من أجلهم وجميع الذين يخدمون ويتعبون ويرتلون في هذه الكنيسة المقدسة مع جميع الذين يعملون ويتعبون ويخدمون في مؤسسة نورسات وجميع الذين على فكر كل واحد منكم والذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحياء ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين إسار خير سينيسوس نستيكيريوس وثيوس
Ενδι βασιλείαυ του πάντοτε, νυν και αρή, και εις τους αιώνας των αιώνων. جميع الذين سبقونا على رسالة القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا البطريرك ثيودوروس المتروبوليت أريستوفولوس وقسطنطين رئيس الأساقفة سيلفستروس الأرشمندريف ثيودوسيوس سيرافيم وأونوفريوس كيلاديون سابا أناستاسيوس إيواكيم فوتيوس ناركيسوس مع عبيد الله الكهنة بطرس موسى صابا ميخائيل بشارة سبيريدون جورجو ناصر وفيكتور وسالم وسويلم وعبد الله وأيوب وناصر وعيد ونيكولا إلياس وجورج وأديب صابا وميخائيل مع جميع الكهنة السالف رقادهم والذين خدموا في جميع كنائس وأديرة المملكة مع جميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا والذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين طلبتنا للرب إلي لايسو القرابي المكرم الموضوع إلى الرب نطلب هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا لائسو من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا لائسو ان يكون نار ناكل كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئه الرب نسال استجب يا رب ملك سلام مرشدا امينا حافظ أنفسنا وأجسادنا من الرب نسأل استجب يا رب غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل استجب يا رب الصالحات الموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل استجب يا رب يا غابر زمن حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل استجب يا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل استجب يا
القداسة الطاهرة الفائقة البركة أيتها المجيدة سيدتنا والدة الإله البذلة مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا جميع حياتنا للمسيح الإله. برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معهم ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. حتى نعترف باتفاق مقر بآب وابن وروح قدس المسيح معنا ثالوث متساو في الجوهر الأبواب الأبواب بحكمة فلنصغي أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجالس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ممجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام رحمة سلام ذبيحة التسبيح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم ومع روحك لنرفع قلوبنا فاضلا عند أشكرنا الرب واجب وحق حق وواجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونجد لك في كل مكان سيادتك لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك ولا يدرك الدائم الوجود والكائن هو هو بلا تغير أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود
ولما سقطنا عدت فأقمتنا ولم تنفك تعمل كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل. فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات مما نعلمه ومما نجهله ظاهرا كان أم خفيا. ونشكرك أيضا على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشيروبيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين. وبتسبيح الظفار مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب الصباوت وصانا في العالي مبارك الذي باسم الرب وصانا في العالي. إننا نهتف نحن أيضا مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر ونقول قدوس أنت وكلي القداسة أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس قدوس أنت وكلي القداسة ومجدك عظيم الجلال. يا من أحب عالمه بهذا المقدار حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحصل على الحياة الأبدية. يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا ثم في الليلة التي أسلم بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم أخذ خبزاً بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب وشكر وبارك وقدس وكسب وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلاً خذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا اشربوا من هذا كلكم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. ونحن لتذكرنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما جرى من أجلنا الصلب والقبر والقيامة الثلاثية الأيام والصعود إلى السماوات والجلوس من عن اليمين والمجيء الثاني المجيد التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهة كل شيء. إياك نسبح إياك نبارك إياك نشكر يا رب وإليك نطلب يا إلهنا إن نقدم أيضا لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية ونرغب إليك ونطلب ونتضرع فارسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم. أمين. أمين. وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم. أمين. أمين. محولا إياهما بروحك القدوس. أمين. 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 حتى يكونا للمتناولين لانتباه النفس لمغفرة الخطايا لشركة الروح القدس وملء ملكوت السماوات
والدال لديك لا لدينونة ولا لقضاء علينا، ثم نقدم لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين ارتاحوا من هذه الحياة أيضا على الإيمان، من الأجداد والآباء ورسائل الآباء والأنبياء، الرسل والفرزة المبشرين والشهداء المعترفين والنساء وكل الصديق توفي على الإيمان. أيتها العذراء التي قبلت من ملاك السلام ولدت خالقها، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك يا ربنا ونطلب منك يا إلهنا. قصتا من أجل الطاهرة الكرة القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة الباتولية مريم بواجب لي الذي وفي الكتاب اشتبط لغاتهم اشتبط على رجاء البعث الحياة الأبدية البطريات بيودروس الميتروبوليت من من الشروبين وارفعوا مجدا بغير قياس التي بغير فساد ولدت كالي ما طال وهي حقا والدة الذين قدموها والذين قدمت عظيم هو اذكر يا رب اولا ابانا وبطريركنا ثيوفيلوس هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. اذكر يا ربنا ورئيس كهنتنا كريستوفوروس وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. جميعا كافة حاضرين على كل واحد من حاضرين جميعهم وجميعهن وجميعهن واعطنا نجف من واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكل الكرام ذي جلال أيها الأب والابن والروح القدس لنا كل أوان وإلى دار دائرين. آمين.
ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. مع روحك أيضا. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أجل هذه قرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب. نرجعنا إلى أن المحب البشر الذي تقبل على مذبح السماوي العقل المقدس براحة فيه روحاني زكي يرسل عوض النعمة الإلهية موهبة الروح القدس نطلب. أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطية من الرب نسال. ملاك سلام مرشدا امينا حافظا لنفوسنا سادنا من الرب نسال. استجيب يا رب استجيب يا رب استجيب يا رب. غفران خطايانا صف عن ذنوبنا من الرب نسال. استجيب يا صالحات والموافقات لنفوسنا السلام للعالم من الرب نسال. أن نقضي غابر زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسال. استجيب يا تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي جوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسال. استجيب يا بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان شركة الروح القدس لنودع أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. يا رب واهلنا أيها السيد أن نسر بدالة على ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا كل آن وإلى دار الدائرين. آمين. السلام لجميعكم. ولروحك أيضا. لنحن رؤوسنا للرب. لك يا رب. نشكرك أيها الملك الذي لا تدركه الأبصار. يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا. بكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء انظر الذين أحنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب. فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه من الأمور حتى يكون للخير لنا جميعا على حاجة كل واحد منا. سر مع السائرين في البحر ورافق المسافرين في البر والجو واشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأسادنا. بالنعمة ورافات ابنك الوحيد ومحبة للبشر
الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدسه الصالح والصالح الآن وكل وان وإلى دهر الدائرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اصغ من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلم لتقديسنا. أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور، أهن لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحم، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحم، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحم، أرفعك يا ربي وإلهي. القدسات للقديسين جد يا سيد القدس المقدس واحد أب واحد المسيح في مجد الله الأب بارك يا سيدنا الحار. سبح الرب من السماوات ابتهجوا أيها الصديقون بالرب للمستقيمين ينبغي التسبيح سبحوا يهمني يا رب اعترف انك انت خذيت المسيح ابن الله الحي وانك اتيت العالم تخلص الخطا الذي نعناه ولهم ومن ايضا ان هذا وجدك الله نفسه وهذا وجدك الكريم بعينه فاطلب اليك ان ترحمني وتغفر لي زلات التوعيه والبنيه التي بالقول والتي بالفعل التي عن معرفه والتي عن جهل واهلني ان اشترك في اسرارك الطاهره بلا دين ولا دين بغفران الخطايا والحياه الابديه انا ذا اسعى الى الشركة الالهيه فلا تحرقني الوسامه يا جابري فانك نار تعرف المستحقين بل طاهرني بكل دنس من اليوم شريكا لعشاك السر يا ابن الله لاني لست اقول سرك لاعدائك ولا اطيع قبة غاشة النظير يهوذا لكن خلصت اعترف لك هاتفا اذكر يا رب متى اتيت في ملكوتك ارتعد ايها الانسان عند نظرك دم المؤلى فانه جمر يحرق المستحقين ان جسد الله يؤلهني ويغذيني يؤله الروح ويغذي العقل على حال غريبه لقد اشغلتني بشوقك ايها المسيح حولتني بعشقك الالهي فاحرق خطاياي بالنار غير الهيوليه واهلي ان امتلئ تنعما بك كي اعظم قدريك وانا اطلب ايها الصالح كيف ادخل انا غير مستحق في باب القديسين فاني تجرات ادخل معهم الخدم يبكتني لباسي لانه ليس لباس عرس رحمي الملائكه الخارج مغلولا طهر نفسي يا رب من الدنس وخلصني من حبه البشر ايها سيد البشر الرب يسوع المسيح الهي لا تتركني هذه الترابيب للحاكم على الناس بل لتطهير النفس والجسد وتقديس السماء ولا ارجو الحياه الاتيه والملكوت المستقبل اما انا فصالح لانصاف الله وان اجعل رجاء خلاص على الرب من اليوم شريك من السماوات الرب معيني فلا خاف ما يصنع بي الإنسان هللويا يا كهنة العلي تقدم رحمته هللويا
الأبدية كل الأمم أحاطت بي وباسم الرب قهرتها هاليلويا. تناول أيها الكاهن الورع بطرس جسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. يا كهنة العلي تقدموا أيضا. رحمته هاليلويا. تناول أيها الكاهن. هيات أمامي مائدة تجاه من يحزنني هاليلويا. تناول أيها الكاهن الورع بولس الدم الإله الكريم دم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. على اسم الآب أمين والابن أمين والروح القدس أمين. دم المسيح لشفاء النفس والجسد. تناول أيها الكاهن الورع بطرس الدم الإله الكريم دم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. على اسم الآب أمين والروح القدس أمين. دم المسيح لشفاء النفس والجسد. كاس الخلاص أقبل وباسم الرب يدعو هاليلويا. إنا إلى الأبد إلى الأبد رحمته دهنت رأسي بالطيب وكاسك تسكرني هاليلويا. فإن إلى الأبد إلى رحمته هاليلويا. قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب هاليلويا. بسم الله والابن والروح القدس امين. ابنائي اليوم الكنيسة المقدسة بتحيي تذكار جميع القديسين. اليوم بعد ما كان الأحد الماضي أحد العنصرة اللي حلول الروح القدس على الكنيسة على الرسل تأسيس الكنيسة حلول الروح القدس على كل عضو من أعضاء الكنيسة حتى يآزرنا ويقوينا. هذا الروح القدس اللي أخذناه بمعموديتنا بيوم معموديتنا كل واحد أخذنا مواهب الروح القدس لما الكاهن مسحنا وحكالنا وختم كل عضو من أعضائنا بختوم الروح القدس وهو يحكي ختم موهبة الروح القدس أمين. يعني ختم كل عضو من أعضائنا بختوم الروح القدس وأصبحت أعضائنا مش إلنا ولكن للمسيح وأصبح جسدنا هو هيكل للروح القدس حتى الروح القدس يسكن فيه يسكن فيه. وهيك الإنسان نحن البشر اللي سقطنا بآدم عدنا للفردوس بيسوع المسيح. هاد هو فرح هاد هو مجد هاد هو بهاء الكنيسة وأبنائها وبالتالي كل واحد منكم أبنائي بهاءكم ومجدكم وفرحكم إنكم أنتوا أبناء المسيح أنتوا اللي الروح القدس الساكن فيكم أنتوا اللي أخذتوا مواهب الروح القدس. ولكن علينا مسؤولية
مسؤوليتنا هي بتكمن كيف مناش نطمر ونخبي ونخفي بأوساخ العالم وبخطايانا نعمة الروح القدس، ولكن منا نخلي قلبنا دائما يكون نقي طاهر، أفكارنا تكون نقية طاهرة، فكرنا يكون مصنع للأفكار الصالحة مش مصنع للأفكار السيئة وأفكار سوء النية تجاه القريب وتجاه نفسنا. هاي هي مسؤوليتنا، مسؤولية كل واحد منا، ونحن في الأسبوع اللي مرقنا فيه هو أسبوع العنصرة، مسؤولية كل واحد فينا كيف منا نحافظ على خطوم معموديتنا، وكيف مناش نطمر نعمة ومواهب الروح القدس اللي ساكن فينا. هاي مسؤولية كل واحد منا، وهاي المسؤولية رح نأديها أمام المنبر الإلهي في يوم الدينونة الرهيب، لما يسألنا غاد يسوع ويحكي لنا: يا فلان يا فلانة، شو عملتي في حياتك؟ شو عملت في حياتك؟ أنا أعطيتك كل إشي، أنا متت من أجلك، تعال احكي لي شو عملت؟ يا ويلنا، كيف رح نوقف أمام هذا المنبر الرهيب لكي ندان أمام الله العادل غير المحابي، ولكن المحب الرحوم الرؤوف؟ شو منا نجاوب؟ شو منا نحكي؟ قديش مهم إنه نستعد لهاي اللحظة اللي رح نوقف فيها أمام المنبر الإلهي لكي نسأل، لكي ندان، لكي نقف أمام الدينونة، حتى كل واحد منا يؤدي جواب حسن زي ما منحكي في الصلاة: أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي، وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. نعمة الروح القدس أبنائي جمعة الكنيسة، في بابل في العهد القديم كبرياءنا زي ما كبرياءنا في الفردوس طردنا من الفردوس، برضو كبرياءنا على زمن بابل فكرنا إنه نحن بالأمور الدنيوية منقدر نوصل لله، وعشان هيك هناك في بابل الله بلبل الألسن، وأصبح في لغات في العالم، صار في تبلبل في الألسن، تفرقت الشعوب مع إنها كانت شعب واحد، تفرقوا وأصبح عندنا شعوب، أصبح عندنا لغات. في حلول الروح القدس في العنصرة شو صار؟ طلع الرسول بطرس ووعظ وعظته الشهيرة، وآمن فيه أول 3000 نفس. شو اللي لاحظنا صار؟ اللي هو التكلم بالألسن من خلال حلول الروح القدس. أصبح كل واحد من الموجودين، مع إنهم كانوا من أمم عديدة بتكلموا لغات عديدة، بلش كل واحد من الموجودين يسمع وعظة الرسول بطرس بلغته وفهمها، فهمها، وعشان هيك آمن في المسيح بوعظة الرسول بطرس. وهون شو عمل الله؟ بتأسيسه للكنيسة جمع الأمم إلى اتحاد واحد زي ما منرتل في الكنيسة، يعني أصبحنا كلنا نتكلم لغة واحدة. أني اللغة هاي؟ شو هي هاي اللغة؟ هي لغة المسيح، هي لغة الصلاة، هي لغة المحبة، هاي هي اللغة، لغة الروح القدس ولغة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اللي من أجلنا كابد الآلام، صلب ومات ودفن وقام من بين الأموات وأصعدنا إلى السماوات. فبالتالي تأسيس الكنيسة، ونحن كأبناء في الكنيسة مش لازم ننسى إنه نحن لازم نتكلم لغة واحدة، وهي هي لغة المحبة. قديش أنا بخاف لما بشوف المسيحيين في زمننا ما بيتكلموا لغة المحبة، بيتكلموا لغة الحقد، البغض، النميمة، لغة الإدانة، لغة الأفكار السيئة لبعضهم البعض. وبتساءل وبحكي: هل هاي هي الكنيسة اللي أسسها المسيح؟ هل هدوم هلم أبناء المسيح
اللي من أجلهم مات المسيح على الصليب، سفك دمه على الصليب. كل واحد منا أبناء اليوم يراجع نفسه، يراجع نفسه، هل هو بيتكلم بلغة المسيح، بلغة المحبة؟ وصيتي أعطيكم، وصيتي أترك لكم، أن يحب بعضكم بعض كما أحببتكم أذى. بهذا سيعلم العالم أنكم تلاميذي، إذا كان لكم حب بعض لبعض. هاي هي اللغة. وكيف هاي اللغة نحن منعيشها ومنقدر إنه نفعلها بحياتنا؟ لغة المحبة، لأنه بدها تضحية. مش سهل إنه نحب، بدنا نموت حتى نقدر نحب. إذا ما متنا ما منقدر نحب. إذا ما قطعنا كل رغباتنا وكل شهواتنا ومتنا عن العالم ما منقدر نحب. اللي بحب هو حر، وحتى يوصل للحرية بده يضحي كتير، بده يصلب ذاته زي ما حكى إنجيل اليوم. مين بيستحقني؟ حكى المسيح، من ترك أباً أو أماً أو ابناً أو بنتاً أو أخاً أو أختاً أو بيوتاً أو حقولاً بده يترك كل إشي ويتبعني، وإيش كمان؟ ويحمل صليبه. حكوا له التلاميذ، نحن تبعناك، شو رح ناخد؟ حكى لهم، رح تاخدوا 100 أضعاف اللي أعطيتوه هون في هاي الحياة والملكوت السماوي. المسيح ما بيتركنا حتى من هون، بعطينا من هون نعمه. وعشان هيك ابن المحبة بيعيش سلام وفرح. في اشي بيعادل فرح المحبة، فرح وسلام انك انت تتكلم لغة المسيح؟ قديش بشوف ناس محزونين، ناس قلقين، بتشوف عيونهم فيها حزن، بتشوف فكرهم مشتت، قلبهم مليء بالقلق بالاضطراب بالحزن. طب ليش هكلانين؟ هم ايش بتفكر انت او انت لحالك؟ هاد كبرياءنا ابنائي، كبرياءنا وغرورنا، منفكر ان نحن لوحدنا. عشان هيك نحن منحزن. لو فينا تواضع كان ما منحزن، لانه منعرف جبنا هو المسيح، وشو بيصير في حياتنا رح يكون للصالح، وان كان مؤلم وان كان موجع، ولكن رح يكون للصالح. هيك منفرح، هيك في داخلنا بيكون في سلام، ما في قلق ولا اضطراب. لغة الكنيسة، لغة المحبة، كيف منفعلها؟ في لغة الصلاة. لغة الصلاة هي اللي بتعلمنا كيف نتكلم لغة المحبة. بدون صلاة ما منقدر نحب. من حب العالم، حب المصلحة، من حب اللي بحبني. المسيح ما علمنا هيك، حكالنا بدك تحب عدوك، ما بدي تحب اللي بحبك. شو المنفعة إذا حبيت اللي بحبك؟ بيع وشراء. كيلو البندورة بيع دينار، هاي دينار وهاي كيلو البندورة. بتحبني بحبك، بيع وشراء، ما إلك أجر عندي. أنت تاجر في هاي الأرض، ولكن أنا شو بدي منك؟ بدي منك تحب عدوك، غاد بدي أشوفك. وهون تكمن لغتنا، لغة الصلاة، حتى نقدر نتعلم لغة المحبة. ربنا يأهلنا أبنائي في هذا اليوم المقدس، لأنه اليوم الأحد بعد أحد العنصرة. الكنيسة شو رتبت اليوم؟ إنه يكون أحد جميع القديسين اليوم، لأنه في قديسين منعرفهم وفي قديسين ما منعرفهم، هم مجهولين. اليوم الكنيسة حطت عيد لجميع القديسين. وعشان هيك اليوم كمان كثيرين من آبائنا وأجدادنا وجدودنا وأباء آبائنا في منهم قديسين، وكثيرين قديسين من آبائنا وأجدادنا اللي حافظوا على إيمانهم الأرثوذكسي وعلى وجودهم المسيحي في ظروف كانت كثير صعبة عليهم، ولكن ما أنكروا المسيح
ولا تركوا إيمانهم الأرثوذكسي ومحبتهم للكنيسة ولربنا. في بعض منهم استجهد، وفي بعض منهم كابد آلام كثيرة ومجد الله بحياته وتقدس. اليوم الكنيسة بتحيي تذكار جميع القديسين اللي منعرفهم واللي ما منعرفهم. بشفاعتهم وطلبتهم ربنا يحمينا ويحمي كنيستنا ووطننا والعالم أجمع، أمين. أبنائي، اليوم بأحد جميع القديسين كمان اليوم رفعنا صلاة، رفعنا دعاء من أجل قناة تلفزيونية اللي هي قناة نور سات، قناة تليمير، بعد سنوات طويلة إلها من الخدمة في عملها البشاري. وعشان هيك حابب أطلب من الست بسمة، أنا ما بشوف من بعيد وين هي، نادولي إياها هون، أنا ما بشوف من بعيد، بطلع عليكم بس مش شايفكم كويس، بس بعين قلبي بشوفكم وين ما كنتوا، وبالصلاة دايما بشوفكم. تعالي يا بنتي هون، تعالي جنبنا. اليوم بهاي الصلاة اللي رفعناها لنور سات، للقائمين بهذا العمل وعلى رأسهم الدكتورة باسمة السمعان اللي لها كل المحبة، بيقوموا بعمل كتير مهم، والعمل هو جزء من عمل الكنيسة، من عمل البشارة، حتى ينسمع صوت الكنيسة وصوت الحق في عالم اللي ما بده يسمع الحق. قديش في بركة كبيرة لإلهم إنهم بنشروا هذا الصوت، صوت المسيح وصوت الحق في عالم في ظلام، ولكن أنتوا بتدووا شمعة في عالم في ظلام. ربنا يبارككم. اليوم كنيستنا الأرثوذكسية ممثلة بصاحب الغبطة وبالمجمع المقدس، بأخوي صاحب السيادة كمان المتروبوليت فينيديكتوس اللي اليوم معنا، باسم المطرانية، باسم كل كليروس بطريركية القدس. ست باسمة، من خلالك لهاي القناة منقدم كل الشكر والبركة والنعمة، ومندرع على ربنا إنه يعطيكم الحكمة والصبر، القوة والنعمة، حتى تستمروا في عملكم هذا المبارك والمقدس لمجد الله ولمجد الكنيسة، هاي الكنيسة اللي المسيح افتداها بدمه. ربنا يبارككم. وحبينا بهذا اليوم اللي بتحتفلوا في مرور بفكر 29 سنة عن تليمير و18 سنة على نور سات، متذكر صح؟ ايه، الحمد لله. فبالتالي هاي السنوات هي سنوات عطاء وخدمة، سنوات تضحية ومحبة. ربنا يبارك عملكم كلكم الموجودين هون وفي لبنان وفي كل مكان من في أماكن العالم. ربنا يبارككم. حبينا اليوم نقدم لكم درع باسم الكنيسة بالمطرانية، وهذا عربون محبة لإلكم وتقدير على كل إشي بتقوموا فيه. ربنا يبارككم، وكل سنة وأنتوا سالمين. ربنا يحميكم ويبارككم. حبيب ربنا يحميكم. أبنائي، دائما الكنيسة بتحب إنها تكرم كل أبنائها. ليش؟ لأنه الكنيسة هي كمان حتى توقف جنب كل واحد. يمكن بفكر البعض إنه الكنيسة بتنسى، ولكن الكنيسة ما بتنسى حد. الكنيسة دائما في صلاتها بترفع الكل، واليوم رفعنا بصلاتنا هاي القناة والعاملين فيها. ربنا يبارككم، كل سنة وهم مسلمين، نعمة ربنا تكون معهم دائما، أمين. ربنا يحميك. حضراء يا خوف من الله، إيمان ومحبة تقدموا. أمين أمين أمين. الله الرب ظهر لنا
مبارك الاتي باسم الرب. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. قد نظرنا النور الحقيقي واخذنا الروح السماوي ووجدنا الايمان الحق فلنسجد للثالوث غير المنقسم لانه خلصنا. كل حين الان وكل وان والى دهر الداهرين. آمين. تناول أمة الله جسد ودم ربنا وإله. أسرار المسيح الهي الرهيب الغير غزغ المائدة فلنستقم ونشكر رب حق الشكر دائما. تخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك رب رحام. بعد سؤال كنا نقولك مقدسا سلاميا وبلا خطيئة نودع أنفسنا بعضنا بعضا وكل حياة المسيح الليلة لأنك أنت تقديس ونقص المجد الآب والبر القدس لا نكر دار الداهرين. سلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك يا أب. يا رب يا من يبارك الذين يبارك قدس الذين اتكل عليه. خلص شعبك وبارك ميراثك احفظ ملا كنيستك قدس الذين يحبون بها بيتك أنت شرب قدرتك الإلهية ولا تخذلنا نحن المتكل على كواب السلام العالم في كنائسك الكهنة ملوك كل شعبك فإنك لعطية صالحة كل موطن كاملة من العلام حضرة بالذكر الأنوار فلك نسل المجد وشكر السجود أيها الآب والبرح القدس الآن وكل أهل الدار الدائرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. من الآن وإلى الدار. ليكن اسم الرب مباركا. إلى الرب نطلب. يا لا يسوع. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. الله والابن والروح القدس الآن وكل آن ودهر الداهرين. أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك أيها السيد القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي يا من قام من بين الأموات لأجل خلاصنا أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم بقوة الصليب الكريم المحيي بنعمة القبر المقدس القابل الحياة بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد وتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الكلي مديحهم والقديس المجيد الرسول الكلي مديحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء ساقفة أورشليم والقديسين أيوة. المجيدين الشهداء الحسنين الظفر وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله والقديسين المشرفين الملكين المعظمين المتوجين من الله المعادلين الرسل قسطنطين وهيلان والقديس ديودروس والقديس سمعان القابل الإله والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله يواكيم وحنا وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس ساقفة القسطنطينية الذي أقمنا خدمة قداس الإلهي وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا بما أنك الإله الصالح المحب البشر بصلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. صلوات القديس أيها الرب يسوع المسيح ارحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم نعمة ربنا وبركته تكون معكم كل سنة وانتم سالمين لعيد جميع القديسين. آمين.
الله.